الخير مشاهدينا اهلا بحضراتكم وبيتجدد اللقاء معاكم كل يوم على مدى ساعتين في هذا الصباح والنهارده معانا موضوعات مختلفه ومتنوعه النهارده معانا موضوع عن مشاركه الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الاديان هنعرف تفاصيل اكتر عن المؤتمر واهم القضايا المطروحه فيه وعندنا موضوع اخر بنركز فيه على مشروع حياه كريمه من منظور ومن زاويه النتائج اللي ابتدت تظهر لهذا المشروع وانه عمل نقله نوعيه في مستوى المعيشه وجوده الخدمات في الريف المصري بس هنتكلم بشكل علمي من ناحيه ارقام واحصائيات نتائج فعليه بدأت تظهر على الأرض من خلال أحد العاملين في هذا المشروع وأحد المطلعين على نتائجه اللي زي ما قلت ابتدت تظهر على الأرض. دي موضوعاتنا الرئيسية في حواراتنا النهارده لكن أكيد عندنا إطلالة على عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم بالإضافة إلى نشرتنا الرياضية والاقتصادية. خليكم معانا وهنبتدي معاكم بعد الفاصل بجولة سريعة مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. thank you اهلا بحضراتكم مرة تانية ونبتدي بكلمة الكلمة اللي القاها امام مؤتمر زعماء الاديان شيخ الازهر واللي حذر فيها من تداعيات الظواهر المناخية المختلفة اللي بيشهدوا بيشهدوا العالم في الوقت الحالي نشوف مقطع من كلمة الامام الأكبر. وما أظنني في حاجة لتذكيركم أيها السادة الفضلاء بما تعانيه البشريه اليوم من رعب وخوف بسبب التغير الفجائي في ظواهر الطبيعه والمناخ والمتمثل في ارتفاع درجه الحراره وحرائق الغابات وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات وتهديد المدن بالغرق والسيول وجفاف بعض الانهار ونفوق كثير من الكائنات الحيه وازمات الطاقه وغير ذلك مما نراه بام اعيننا على وسائل التواصل صباح مساء شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم التوقيع على مذكره تفاهم بين هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات اتيدة وشركه اوبو الصينيه للالكترونيات، كما عقد مدبولي اجتماعا بمقر الهيئه العامه للاستثمار مع ممثلي تسع شركات اجنبيه ومحليه لمتابعه موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديده. نشوف تقرير في تفاصيل اكثر. في اطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال الفترة الماضية. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجموعة مستثمرين أجانب ومحليين. أكد خلاله أن هذه المشروعات المهمة فيها استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل. كما اكد رئيس الوزراء ان الدولة على اتم الاستعداد لاصدار التراخيص بصوره فوريه وان الحكومه سوف تستجيب على الفور لازاله اي معوقات قد تواجه المستثمرين اثناء تنفيذ المشروعات ومن جانبهم اعلن ممثل هاير مصر بالحصول على خطاب تخصيص الارض لمشروع انشاء مجمع صناعي باستثمارات تقدر بحوالي 130 مليون دولار، وأعلن ممثل سي اف سي الإماراتية أن شهر فبراير المقبل سيشهد البدء في أعمال المقاولات لمشروع إنشاء مجمع الأعلاف بقنا باستثمارات 400 مليون دولار كأول مشروع في إطار مبادرة الشراكة التكاملية الصناعية. فيما أعلن ممثل بيكو التركية عن تأسيس شركة جديدة لإقامة مصنع بالعاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار كمرحلة أولى لإنتاج السلاجات والأفران وقد أعلن ممثل مابي الإيطالية عن افتتاح مصنع الكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان خلال الربع الثالث من العام القادم، فيما أعلن ممثل سوميتومو مصر اليابانية أنه بعد ثلاثة أشهر سيتم إنشاء أكبر مصنع للشراكة على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات باستثمارات 100 مليون دولار. وصرح ممثل يازاكي اليابانيه عن بدء انشاء مصنع الانظمه الكهربائيه للسيارات بالفيوم فور استلام الارض وقد وجه رئيس الوزراء بعرض مذكره للموافقه على التخصيص اما ممثل شركه اليكس ابريلز اعلن عن الاستحواذ على مصنعين للملابس الجاهزه هذا العام ويتم حاليا تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 33 مليون قطعة ملابس وممثل شركة بنيا أشار إلى الانتهاء من 90% من مصنع كبلات الألياف الضوئية ووصول 80% من المعدات وأخيرا استعرضت ممثلة شركة جينيكس إقامة مصنع لإنتاج اللقاحات باستثمارات 150 مليون دولار على جانب آخر التقى رئيس الوزراء وفد شركة أوبو الصينية لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة القادمة. عقب اللقاء شهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع على مذكر التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وشركة أوبو الصينية للإلكترونيات لإنشاء مصنع للهاتف المحمول في مصر باستثمارات تقدر ب20 مليون دولار. ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر تصنع الإلكترونيات حضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووقع على الاتفاقية كل من المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا والسيد زانغ زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة أبو مصر أحمد أبو الحسن النيل تستمر فعاليات ملتقى مجتمعي تك الذي يعقد تحت عنوان التكنولوجيا لخدمة المجتمع واللي بيناقش كيفية توظيف التكنولوجيا في القطاعات المختلفة والتمكين الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر. نتابع تقرير دور التكنولوجيا لدعم منظومة الصحة والشمول المالية ولتحقيق رؤية مصر 2030 تم مناقشته خلال الجلسة الثانية لملتقى مجتمع تك الذي تستمر فعالياته لليوم الثاني على التوالي تحت عنوان التكنولوجيا لخدمة المجتمع السنة دي احنا بنتكلم على محاور خاصة بالبيئة محاور خاصة بالصحة العامة محاور خاصة بالشمول المالي وتأهيل الأفراد يمكن عندنا كانت جلسه امبارح كانت مهمه جدا عن مبادره بنات مصر الرقميه لتاهيل الشباب لوظائف المستقبل، النهارده بنتكلم على دور التكنولوجيا في السعاده التنافسيه، بنتكلم على دور التكنولوجيا والثقافه للجيل زد او جيل الالفيه. المبادرات التي تطلقها الحكومه بالتعاون مع القطاع الخاص لتوظيف التكنولوجيا في قطاعات الصحه والتعليم والطاقه والزراعه. أحد أهم المحاور التي تم مناقشتها خلال المؤتمر عندنا تجارب رائعه نفذناها في وزاره الزراعه كانت بدايه بكارت الفلاح اللي قدرنا ان احنا نعمل قاعده بيانات حقيقيه للفلاح والمزارع المصري وقدرنا ان احنا نعمل حوكمه لاداره منظومه الاسمده وكافه التطبيقات ذات الصله كمان احنا اطلقنا تطبيق هدهد اللي بيعتبر مساعد ذكي للفلاح وبيحول الفلاح, وبحاول الفلاح او بيحول الموبايل في ايد الفلاح من موبايل الى ان هو يكون مرشد صغير في ايده يقدر يساله ويتفاعل معاه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وكمان ما يكن مجموعه من الخدمات اللي موجوده في الوزاره واطلقناها على كافه المنصات الالكترونيه وعلى بوابه مصر الرقميه كما اكد المؤتمر على ضروره تاهيل الشباب في مختلف المجالات لسوق العمل من خلال ورش التدريب في الشركات العامله في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبادرات دي كلها معموله من الحكومه متمثله في وزاره الاتصالات تدريب عشرات الالاف ويمكن توصل لمئات الالاف من المتدربين في محاور مختلفه في التكنولوجيا وكمان السوفت سكيلز او الحاجات المهارات زي ما بيقولوا عليها المهارات الخفيفه او زي اللغات او ازاي ان الواحد يعمل برزنتيشن كما يتضمن المؤتمر مجموعه من الجلسات الحواريه حول التمكين الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر وزياده فرص العمل من خلال شركات ناشئه صغيره ومتناهيه الصغر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمتع بشكل خاص بامكانات تساعد القطاعات الاخرى على التحرك نحو الاقتصاد الاخضر كخطوه اساسيه لتحقيق اهداف التنميه المستدامه وهو ما اكد عليه خبراء خلال المؤتمر الذي ناقش كيفيه توظيف التكنولوجيا لخدمه المجتمع الحديني أميل. اعلن المجلس العربي للمياه اسماء الفائزين بجائزه منتدى البيئه والتنميه 2022 اللي بينظمه المجلس وذلك على هامش المنتدى المنعقد بالقاهره تحت عنوان الطريق الى شرم الشيخ مؤتمر اطراف اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه لتغير المناخ كوب 27 نتابع تقرير بعد مناقشات بين عدد من الخبراء في مجال المياه والطاقه والبيئه اختتمت فعاليات منتدى البيئة والتنمية 2022 الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الأطراف للمناخ كوب 27 والذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة المعين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في مصر بتتبنى طبعا موضوع استكمال الصندوق اللي وعد به في قمة باريس سنة 2015 بأنه الدول الكبيرة تعوض الدول النامية أو متضررة بحوالي 100 مليار دولار حتى هذه اللحظة ما تم تحصيله هو 5% فقط من 100 مليار دولار بالإضافة لكده أن مصر بتتبنى قضية أن يبقى في صندوق للاضرار والخسائر المؤتمر الحالي ناقش عده نقاط هامه جدا متعلقه بتغير المناخ والحفاظ عليه بدايه من انه اكد المؤتمر على ترشيد استهلاك المياه وزياده المساحات الخضراء واستخدام الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه وغيرها من الطاقه المتجدده التي تحافظ على البيئه وبالتالي ده بيساعد جدا على الحمايه من تحديات المناخ اللي بتواجهها مصر بالاخص والعالم كله اجمع مش مصر بس وده طبعا كان بدايه ل تمهيد او توثيق للكلام اللي هي وترشيحات للمؤتمر المناخي اللي هيكون المؤتمر الاطراف المجتمعيه بشرم الشيخ خلال الندوات تم التاكيد على اهميه الجانب البيئي في جميع القطاعات العمليه خاصه في مجال المياه والطاقه لمكافحه تغير المناخ وتحييد الاثر الكربوني اهم مؤتمر إن عمل لهلا خاصه انه عرض التحديات طيله يومين بمحاضرات ذات قيمه علميه مهمه وكبيره وتبادل خبرات شيق جدا الذي يضع العالم العربي امام الحلول المرتقبه التي يتوجب علينا ان نقدمها في مؤتمر شرم الشيخ مصر ليها تجربة كبيرة جدا في هذا المجال من خلال تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة سواء في مجال طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أشهرهم طبعا مشروع بنبان في أسوان 1465 ميجا نقط في مكان واحد فاز كأحسن أو كأفضل مشروع طاقة متجددة للبنك الدولي في عام 2019 عندنا خطة واضحة ان احنا نشارك بنسبة حوالي 42% من الطاقات المتجددة بحلول عام 2035. تم الاعلان عن نتائج جائزة المنتدى والتي اطلقت تحت عنوان افضل الممارسات في مجال الاستجابة للتغيرات المناخية والتكيف والتخفيف من حده اثارها السلبية على الموارد المائية والنظم البيئية والتي تقدم لها 31 متسابق من مختلف الدول العربية. بعد مناقشات واستعراض لأفكار جديدة خاصة بالطاقة والمياه، يبعث المؤتمر برسائل تهدف في مجملها الحفاظ على البيئة من خلال الطاقة الخضراء وترشيد استهلاك المياه وأهمية توعية المواطنين بالتغيرات المناخية قبل مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ. منذر أبو دوح أني. أكد دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن حجم الواردات المصرية من القمح لا يتعدى 51% مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي يتزايد عام بعد عام. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية لعاليات لفعاليات عفوا الندوة اللي أقامها مجلس الأعمال المصري الكندي. ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي حول الأزمات العالمية وتداعياتها على سوق الغذاء في مصر تقرير برعاية مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي شهد دكتور علم سرح وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات الندوة التي جاءت تحت عنوان الأزمات العالمية وتداعياتها على سوق الغذاء في مصر بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والوزراء السابقين. القرار اللي مصر خدته ان احنا هنستمر في العمليه الانتاجيه، وبالتالي حصل توازن ما بين الحاله الصحيه والتامين الصحي لكافه المنشات الانتاجيه وبقول فعلا الشركات والمصانع اللي كانت بتشتغل ورديتين اشتغلت ثلاث ورديات. ومن جانبه اشاد السيد برافين اجراول الممثل ومدير برنامج الغذاء العالمي بمصر بالتجربه المصريه في التصدي لتداعيات الازمات العالميه لتوفير السلع وضبط الاسواق بمصر Thank أشكركم على إتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الندوة والمناقشات حول الأزمات العالمية وتأثيرها على الأسواق وتداول السلع والتجربة المصرية في مواجهة تلك الأزمات. وخلال حوار مفتوح مع رجال الأعمال المصريين والكنديين أكد دكتور علي صلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تنامي سوق الذهب في مصر وقيام الحكومة بإنشاء أسواق جملة بكل محافظات مصر هناك اهتمام جدا بالمناجم الذهب وهناك نوع من العمل الدؤوب وإعطاء التصريح للبحث عنه وإن شاء الله بالمكونين دول البحث جيد ثم مدينة صناعية حقيقية بمصفاة للذهب. ثم كذلك دعم الورش وإيجاد مركز تجاري على أعلى مستوى في العاصمه الإداريه هتجد ترجع مصر للعصر الذهبي بتاعها. لقاءات حواريه مفتوحه بين وزير التموين والتجاره الداخليه ورجال الأعمال للرد على كل تساؤلات حول مستقبل التنميه والاستثمار في مصر. إشادة من الحاضرين والمشاركين في أعمال المؤتمر من مختلف الجنسيات بالتجربة المصرية ودور وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين وضبط الأسواق خلال الأزمات العالمية التي كثيرا ما أثرت على اقتصاديات العالم. من داخل أعمال المؤتمر عبد الحميد صقر النيل. نروح لتقارير واخبار من مناطق اخرى غير مصر نروح لليمن حيث يوفر مركز لاعاده التاهيل في صنعاء باليمن مجموعه كبيره من الخدمات للاطفال ذوي الاعاقه على امل مساعدتهم في التغلب على الصدمات اللي سببتها الحرب من بين الخدمات اللي بيقدمها المركز اقامه فصول وتنظيم انشطه تشمل تعليم اللغه العربيه والالعاب وغير ذلك من الدورات التعليميه اللي بتهدف الى دم هؤلاء الاطفال في المجتمع نشوف تقرير. صدمات وازمات كبرى سببتها حرب اليمن لكثير من الاطفال، الامر الذي دعا الى توفير مركز لاعاده التاهيل في صنعاء خدمات عده للاطفال ذوي الاعاقه على امل مساعدتهم. لكن سعاد الحيمي مديره مركز التحدي والتربيه الخاصه تصف المهمه التي يقومون بها بالصعبه. في ظل غياب الدعم المالي. الأطفال الذين أصيبوا بصدمات نتيجة الحروب، أنا ما أقدرش أحدد لك إحصائية لأنه ما فيش عندنا لحد الآن مكان لرصد و... وإحصاء الأطفال الذين أصيبوا بصدمات، لكن أقدر أقول لك أنها كبيرة جدا كثير. كثير جدا اثرت بنواحي كثيره من حياتهم مثلا اطفال تاثر بسبب اصيب بقلق انفصال ما يقدر يفارق والده ابدا بسبب غياب الشعور بالامان الخوف على والده او الخوف على نفسه اطفال كمان يخاف يروح المدرسه كثير من الاطفال تسربوا من المدارس ومن بين الخدمات التي يقدمها المركز اقامه فصول وتنظيم انشطه تشمل تعليم اللغه العربيه والالعاب وغير ذلك من الدورات التعليميه التي تهدف الى دمج هؤلاء الاطفال في المجتمع المركز استقبل اعدادا كبيره بسبب الاوضاع الحاليه في اليمن حيث يعاني الكثير من الاطفال من التلعثم ورهاب اجتماعي بسبب الحرب والاوضاع المعيشيه الصعبه. الحالات التي جاءت الى المركز لديها تلعثم وتاتاه ورهاب اجتماعي بسبب الاوضاع وبسبب الحرب ازدادت يعني اكثر من الايام السابقه قبل الحرب. وادى الصراع في اليمن الى تدمير المدارس والمستشفيات واغلاقها وتعطيل سبل الوصول الى الخدمات التعليميه والصحيه. حققت امراه فلسطينيه حلمها القديم بان تعمل طاهيه في قطاع غزه وعملت في مطعم جديد على راس طاقم من النساء بالكامل لتقديم الخدمات لزبائن من النساء فقط ايضا افتتح المطعم الشهر الماضي وبيقدم وجبات خفيفه عفوا زي شطائر الدجاج البيتزا وبيوفر خدماته التجارية السريعة في قطاع مكتظ بالسكان ريهام حمودة مالكة المطعم قالت أن الفكرة جاءت إليها من الحاجة لوجود مكان خاص بالإناث فقط تتمتعن فيه بالاستقلالية والخصوصية وتوظف مالكة المطعم طاقم من ثماني سيدات وأخريات يقومن بإعداد الطعام من المنازل وبيوفر ده دخل مادي لهن تقول مالكة المطعم أنهن استطعن توجيه رسالة للعالم أنه ممكن للإناث أن تفتح مطعم وممكن أن تنجح بدون إشراف من رجل وصل جثمان الملكة إليزابيث إلى قصر باكنجهام في العاصمة الإنجليزية لندن تمهيدا لنقله صباح اليوم إلى مقر البرلمان في ويست حيث يستعد مئات الآلاف لإلقاء نظرة الوداع عليه تقريب. مئات الآلاف ينتظرون بلهفة لإلقاء نظرة الوداع على الملكة إليزابيث الثانية في نعشها داخل مقر البرلمان البريطاني في قصر وستمنستر بالعاصمة لندن. خمسة أيام سيبقى فيها النعش داخل برلمانه يتاح خلالها لمحب الملكة الراحلة الاقتراب منها ربما لأول مرة في حياتهم قبل وداعها في التاسع عشر من سبتمبر الجاري. جنازة وصفت بالتاريخية يتوقع أن يحتشد فيها قرابة مليون شخص يتقدمهم الملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة البريطانية وأفراد العائلات الملكية في أوروبا إضافة إلى نحو 500 مسؤول أجنبي آخر طوابير المعزين الطويلة ظهرت بالفعل في اسكتلندا حيث حرص مئات الألاف على المشاركة في رحلة وداعها من قصر بالمورال حيث توفيت وصولا إلى كنيسة سانت جيلز في العاصمة إدنبرا قبل نقل الجثمان عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الملكية برفقة الأميرة آن إلى لندن جئت من مسافة بعيدة لأعبر عن حبي واحترامي للملكة لكل ما قدمته من أجل بلادنا. كانت الأكثر جلوساً على العرش وأردت أن أشارك مع جموع المعزين في وداعها. <applause> أردت أن أشارك في وداع الملكة وأقدم لها احترامي وباقات من الورود قبل أن يتزايد الازدحام ويصبح الوضع أكثر صعوبة. اتفق الكثيرون على ان الملكه التي ظلت على العرش لاكثر من سبعه عقود كانت رمزا لوحده بريطانيا ومصدرا للطمانينه بفضل شعبيتها الجارفه وثباتها في العواصف السياسيه والاجتماعيه والصحيه التي واجهت البلاد حصل جوان يانوي مدرس رياض أطفال في مدينة تشينجداو داو بمقاطعة شاندونج شرقي الصين على جائزة أجمل مدرس لعام 2022 في الصين تخرج جوان من مدرسة عادية في عام 2002 وعمل في مدرسة ابتدائية لمدة ست سنوات ثم تم نقله إلى روضة أطفال المركزية اللي كانت أصغر روضة من نوعها في منطقة الساحل الغربي الجديدة في تشينغ داو ويتم إرسال أكثر من 100 طفل إلى هناك كل عام الحقيقة أنه يقول جوان أنه جميع الطلاب في روضة الأطفال يدعوه الأب الرئيسي موضحا انه احد حيله ليصبح قريبا من الاطفال هو ان يحييهم كل يوم حتى يكونوا على درايه به ولبناء الثقه بينهما. قام جوان بتصميم وتنظيم انواع مختلفه من العاب السلامه والتدريبات على الزلازل والحرائق في روضه الاطفال اللي جذبت الاطفال اليه مع تشجيع الاطفال على القيام بما يحلو لهم بمصاحبه توجيهاته. ومع تفاني جوان في وظيفته وشخصيته الطيبه جعلته معروفا على نطاق واسع بانه رجل يستجيب لكل نداء للمساعده بين زملائه في عام 2021 حصل جوان على جائزه اجمل معلم في داو وجائزه المعلم النموذجي في جوان لادائه المتميز لكن هذا العام حصل على جائزه اجمل المعلمين على مستوى الصين كلها دي كانت مجموعة من الاخبار بدأنا بيها معاكم يومنا في هذا الصباح هنروح لأولى نشراتنا الرياضية من بعدها أولى وقفتنا الحوارية